السلام عليكم إخوان أخوات، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفوا على مدينة بيت لحم. إذا غادي نديرو واحد جولة قصيرة مشيا على الأقدام في اتجاه كنيسة المهد. إذا هذوما الإخوان المتقاعدين، مرورا بالسيارة التي أقلت بابا الفاتيكان أثناء زيارته لبيت لحم سنة 2014. إذا نخليكم مع هذا الفيديو، هو فرجة ممتعة وأمام كنيسة المهد. غادي نسمعوا لبعض الشروحات ديال الأخ المرشد الفلسطيني عز الدين، غادي يعطينا شوية واحد نبذة تاريخية عن كنيسة المهد. إذا هذا المكان فاش تم استقبال بابا الفاتيكان، إذا باقي بعض الصور ديالو، ثم حتى السيارة ديالو لقيت هنايا، هي هذه السيارة ديالو اللي كان استعملها بابا هنايا في بيت لحم. بكم في مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح عليه السلام. زي ما انتم شايفين الكنيسة الموجودة أمامنا هي كنيسة المهد. كنيسة المهد تم إقامتها في ما بين سنة 326 و337 للميلاد على يد الملكة هيلانا، أو بسموها القديسة هيلانا. طبعا القديسة هيلانا تعتبر أم المسيحية، كما ستنا العذراء مريم أم المسيح. السيدة هيلانا تعتبر أم المسيحية. ليش؟ لأنه قبل ذلك المسيحية كانت حركة سرية وممنوعة في العصر الروماني، كديانة كحركة ممنوع. اللي بيعرفوا أنه كان تابع للمسيح أو مسيحي كان يتم صلبه. فجاءت الملكة هيلانا وحولت المسيحية إلى الديانة الرسمية للإمبراطورية البيزنطية. بيزنطا هي إسطنبول حاليا أو بلاد تركيا. فمن هون بدأت المسيحية طبعا بالانتشار،
بدأت في الأراضي المقدسة، لأنه أتباع السيد المسيح عليه السلام كانوا في الأراضي المقدسة. فالملكة هيلانا وأخت بنتها أخت قسطنطين كانوا من المؤمنين بالسيد المسيح عليه السلام، فأتوا إلى الأراضي المقدسة وفتشوا وبحثوا عن درنا دول المدخل ديال الكنيسة، بعد ما كان يعني باب كبير كان كيدخل تدخل الفرسان. إذا في العهد ديال الدولة العثمانية صغرات الباب باش ما يمكنش لذاك الفرسان في الحروب ديالهم يمكن لهم يدخلوا. إذا هذا هو الباب، كان خصك تحنا باش تدخل. إلى القدس ليس بعيد من بيت لحم، أول ما نخرج من بيت لحم حوالي كيلومتر أو أقل. كان موجود في لحد الآن بقايا كنيسة من العهد البيزنطي. يقال إنه هذا المكان هو المكان الذي استراحت فيه سيدنا مريم العذراء، ويوجد به بئر ماء ويقال أنها شربت من هذا البئر. الله أعلم، النخلة مش موجودة. دابا حنا غادي نهبطو في الدروج بحال هكا من تحت. هو المكان الذي يقال على انه ولد فيه المسيح عيسى بن مريم. طبعا هون باخذوا بركة سيدنا المسيح، باركوا فيه.
بركة سيدنا المسيح، سيدنا موسى، موسى عيسى، عيسى. من هون مكان ميلاد المسيح. الآن احنا متجهين للجناح اللي كيدار فيه القدس، من طرف المسيحيين. من هذا المكان ديال القداس غنخرجو لواحد الفناء. إذن هذا هو يعني واحد الجانب آخر من دائما كنيسة أرمات.